حاجة أهم حاجة إيه بقى؟ عشان بس الشتاء والسقعة. طب والعيال بيذاكروا فين؟ ما بيذاكروا زي ما انت شايفهم على السلك ده. بيذاكروا على السرير؟ عبد الرحمن انت شاطر في المدرسة، احكي لي. طلعت الايه الاول؟ طلعت ايه؟ في النص الاولاني طلع ايه؟ طلع مجموع كويس. جاب كام؟ كله 75. 75 مش كفاية. عبد الله شاطر في المدرسة؟ ها؟ عبد الله جاب 30 من 30. شاطر في ايه؟ في الحساب والانجليزي والكلام ده والدين. ودي هدوم العيال اللي هناك دي؟ وباتر هدوم على السلم. ما اكيد. ده حطينا على السلم. وانت شاطر في الانجليزي يا عبد الرحمن؟ مش كتير. امال شاطر اشطر حاجه فيها ايه؟ هو الحساب والعلوم والدراسات والعربي. طب ده كويس قوي. وايه تاني؟ الانجليزي ما بعرفش اقرا انجليزي. وانت بتعرف؟ طب تعرف تقول صباح الخير بالانجليزي؟ قول صباح الخير بالانجليزي، ازاي بيقولوا؟ صباح الخير بالانجليزي بقى. صباح الخير الانجليزي. جود. جود. قول جود. جود ايه؟ جود. ما تعرفهاش؟ جود مورنينج. اهو قالها لك. قولها تاني كده. في جود مورنينج تيتشر. يعني انت كل اللي نفسك فيه سراير للعيال، دواليب، مكتب، مكتب، سجادة، سجادة، والمنطقة زي ما انت شايفها كده، وشوية بياض. ايه رأيك؟ والحيطة زي ما انت شايفها كده. زي الفل زي الفل. انا هصور بقى كاميرا. ماشي ماشي.